أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من جنود العقل التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الكتمان ويقابله ويضاده الافشاء بمعنى ان يكون الانسان كاتما لعيوب الناس وان لا يفشي تلك العيوب كذلك ان يكون كاتما لاسرارهم وان لا يفشي تلك الاسرار وكما هو معلوم فان الله سبحانه وتعالى يريد من الانسان الاصلاح فإذا رأى عيباً ينبغي عليه أن يقدم على إصلاح ذلك العيب، والإفشاء لا يساعد في الإصلاح، يعني إذا رأيت من شخص عيباً مرة تذهب إلى الملأ العام وتجاهر بأن فلان له العيب الفلاني، هذا الأمر يسبب المشاكل الاجتماعيه الكبيره يسبب العداء ويسبب حاله الانتقام في الاخر فهو يحاول ايضا في كثير من الاحيان ان يفشي عيوبك او ان يختلق عيوب مكذوبه ويتهمك بها وهذا يسبب التوتر الاجتماعي مضافا الى ان الانسان قد تاخذه العزه بالاثم فافشاء تلك العيوب لا يساعد في الاصلاح بل هو من طرق الافساد في حين ان كتمان عيوب الناس هذا طريق للاصلاح، الانسان يكتم تلك العيوب ثم يحاول ان يعالج هذه المشكله بطريقه حكيمه اما ان يسار ذلك الشخص او يعني بالسر يتكلم معه وينصحه او ان يجد شخصا مؤثرا عليه يتكلم مع ذلك الشخص لكي ذلك الشخص الذي يؤثر يذهب وينصح هذا الشخص الذي فيه ذلك العيب فبهذه الطريقه يمكن حل بعض المشاكل الاجتماعيه واصلاح امر الناس لذا النصيحه تكون في السر لا في العلن نعم قد يكون هناك بعض الاشخاص يجاهرون بالفسق ولا يرعون، أو بعض الحكام الظلمة الذين يظلمون الناس ولا ينفع معهم النصح، فقد يكون فضح هؤلاء في الإعلام أو في غير الإعلام مطلوباً لأنهم قد يرعون بسبب هذا الفضح، أما عامة الناس الذين ليسوا هم حكام وكثير منهم يحاول ان يخفي عيوبه عن الناس لكي لا يظهر بمظاهر النقص امام الناس فنصح هؤلاء بالطريقه السريه يكون مفيدا في ارعوائهم وفي تركهم لتلك العيوب، ولذلك كان من الامور التي نهى عنها الاسلام الغيبه الغيبة بأن يغتاب الإنسان مؤمنا هذا أمر من المحرمات ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لماذا؟ لأن الغيبة لا تساهم في إصلاح المغتاب لأنه غير حاضر ثم بعد ذلك يصله الخبر بأن فلان تكلم عليك فهذا يوغر الصدور بالعداوات مضافا الى ما ذكرنا من وجود حاله من الانتقام كذلك قد يكون للناس اسرار قد لا تكون عيوبا لكنها اسرار ينبغي على الانسان ان لا يفشي اسرار الناس الله سبحانه وتعالى ستار العيوب وكذلك الله سبحانه وتعالى امرنا بان نحترم الناس اذا له خصوصيات خاصه به لا يحب ان يعلم بها الاخرون فافشاؤها اضرار به وليس فيها اصلاح ولذلك نجد انه في بعض الاحيان بعض الناس لهم خصوصيات قد لا تكون قبيحه بل قد تكون فضيلة ولكن لا يحب ان يجاهر بها مثلا وجدنا انسان هذا انسان خير يساعد الفقراء والمحتاجين ولكنه لا يريد ان يعلم ذلك لاي سبب من الاسباب سواء كان سبب ديني لان صدقه السر افضل او لسبب دنيوي لا يريد ان يعلم احد بذلك مع ان العمل فضيلة فإفشاء هذا العمل إيذاء له وكذلك قد يكون له أغراض صحيحة تخريب تلك الأغراض الصحيحة فإيذاء المؤمن وإلقاء الضرر عليه في بعض الأحيان نحن نشاهد أن البعض يذهبون ويفشون سرا يقول إني أريد أن هذا الطرف يعلم كان جاهلا أريد أن يعلم علم هذا قد يكون بالضرر في بعض الاحيان الانسان ينبغي ان لا يعلم بعض الاشياء في المسائل الاجتماعيه، ونحن كم شاهدنا ان رجلا مثلا متزوجا يعيش حياه سعيده مع زوجته، ثم تزوج سرا لاي سبب من الاسباب، فالزوجه الاولى لا تعلم بوجود زوجه ثانيه، فالسعاده الزوجيه بين الزوج الاول والزوجه بين الزوج والزوجه الاولى مستمره. لسنوات مع انه هو سرا متزوج مع ثانيه. ففجاه احدهم يعلم بان هذا الرجل تزوج زوجه ثانيه يذهب الى الزوجه الاولى فيخبرها. يقول انها لم تكن تعلم فاخبرها. زين، ما هو نتيجه هذا الاخبار وافشاء هذا السر؟ ان حياه الزوجه الاولى تتحطم. السعاده ترحل عن حياة هذه الأسرة وقد يؤدي إلى الطلاق أو إلى مشاكل اجتماعية كبيرة حتى إذا لم يؤدي إلى الطلاق هذه الزوجة تعيش حياة الشقاء بأي سبب بسبب أن شخصا أفشى سرا مع أنه زواج مع الزوجة الثانية قد يكون لسنوات طويلة وأنا أعرف بعض الموارد من هذا الأمر فهذا إفشاء هذا السر سبب الضرر على الزوج وعلى زوجته الاولى وسبب مشاكل وسبب كثير من الازمات الاجتماعيه ولعله الوقوع في المحرمات وما الى ذلك، فلذلك علينا ان نحاول ان نكتم اسرار الناس ان نكتم عيوبهم اذا اردنا ان ننصحهم ان ننصحهم بالسر الا اذا كان متجاهرا بالفسق او كان حاكما ظالما لا يرعوي الا بفضحه فذلك حاله استثنائيه نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين